بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مدارس دار الثقافة الأهلية، الآن الدرس الرابع عشر، الحماية الاجتماعية والصحية. الحماية الاجتماعية اللي هي منوط بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحماية الصحية تتبع لوزارة الصحة. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الوزارة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الأعمال، منها حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيذاء، توفير الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات، رعاية الفتيات وتوفير السقل لهم، متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم. يعني من أبرز أعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية ما يأتي: إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية ولجانها في المناطق، إنشاء مراكز لتلقي بلاغات العنف والإيذاء، 17 دار ملاحظة اجتماعية ترعى النزلاء من 12 إلى 18 سنة، دور للتوجيه الاجتماعي للنزلاء من 7 إلى 18 سنة، مؤسسة رعاية الفتيات أقل من 30 سنة. وإذا العنف والإيذاء اتصل على الرقم 1919. النشاط واحد: تقدم مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم مشكلات داخل الوطن أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم فتقدم لهم الحماية، أو الذين يخالفون نظامهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج اهتمام الدولة بالمواطن وتقديم الحماية له وحل مشاكله. وزارة الصحة: تقدم الوزارة خدمات عديدة للمحافظة على صحة المواطنين المقيمين من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والبرامج الصحية لتوعية المواطنين. ما مراكز الرعاية الصحية الأولية؟ هي مراكز صحية تنشأ في الأحياء لتقديم الخدمات الصحية والوقائية في مستوى عام، ثم يحال من يحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات. في وطن المملكة العربية السعودية منشآت طبية كبيرة تسمى المدن الطبية، وهي مستشفيات كبيرة لعلاج المرضى. من أبرز المدن الطبية السعودية: مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مدينة الملك فيصل الطبية في عسير، مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. هيئة الهلال الأحمر السعودي: تقدم الهيئة الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة والعاجلة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخدمات نقل المرضى والمصابين في أنحاء وطني المملكة العربية السعودية. هنا للاتصال بالدفاع المدني اللي هو الرقم 998، إذا كان في حال أي حاجة محتاجين لهذه الأشياء. عندك الدرس هذا رقم 14، والدرس رقم 14 عندك في أوراق العمل ورقة رقم 14 تخص هذا الدرس، رجاء حلها. ومن البرامج بتاعت الرعاية الصحية والاجتماعية ما نراه اليوم أو ما نعيشه اليوم من الحظر لأجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ونرجو الالتزام بكافة التوجيهات التي تصدر عن السلطات الحكومية واتباع الأنظمة حتى نخرج من هذا البلاء بخير وعافية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.